يلا قول يا الله برامز برامز يلا روح 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 ما شايلتك القاع ما شايلتك القاع علي الزرقاني صلوات على محمد وآل محمد ابوجك ابوجك قبل اخترق المسرح بالك بالك هدومك النفض بطل العالم وبطل ابطال اسيا علي الزرقاني صفقة يا ولد صفقة لاسف بدر علي الزرقاني بطل ابطال اسيا بطل الدوري بطل ابطال اسيا ختم كله ختم كابتن علي ختم كابتن علي يلا بطل البطل صفقة يا ولد صفقة بطل ابطال اسيا وبطل العالم منذ عام 2019 الكابتن اسد بابل لاعب المنتخب الوطني واسد الثقيل علي الزرقاني حصل على ميداليه الذهبيه اجمل جسم في اسيا وصاحب درجه الاحتراف لاعب سيون كوب ولاعب المنتخب الوطني كافح باصرار في مصر وفي مدينه بابل وحصل على سمكريه قويه وزن اسيا 120 كيلوغرام يتحدى ابطال اسيا وابطال العالم من مصر ومن تركيا ومن امريكا ومن ايران ومن الامارات ومن الكويت لاعب المنتخب الوطني علي الزرقاني طموحه ان يحصل على مستر اوروبيا باسم العراق ويرفع العلم العراقي خفاقا بين دول العالم وله دعم من قبل شركة زيون جروب للأغذية الرياضية الأمريكية تصريح العلي الزرقاني علي الزرقاني ابن العراق ابن الرافدين ابن دجلة والفرات يمثل من ساخو إلى الفاول علي الزرقاني لاعب المنتخب الوطني وضعيات حرة سد راح جول الكرشي خان المثلث الدفة عملاق بمعنى الكلمة وزنه أسية 120 كيلوغرام لاعب ثقيل جمع جمع علي الزرقاني جمع للجمهور صفقة يحيي الجمهور يحيي أبطال النيل حي أبطال النيل لاعب المنتخب الوطني علي الزرقاني تعال يا مستر فاز خلي نشوفك استاذن قدام رئيس الاتحاد العراقي لبناء الأجسام وزن 120 كيلوغرام علي الزرقاني بطل أبطال آسيا وبطل العالم صفقة صفقة يا ولد حي الله علي الزرقاني بالتوفيق يا بطل بالتوفيق يتشرف علي الزرقاني في محافظة أربيل بتقديم عرض تحديثي يتهيأ بطل العالم وصاحب كرة الاحتراف محمود الوردي